في صباح يوم الخميس من يوليو لعام 2004، كانت السماء الرمادية مشوبة ببرودة هادية تخترق شوارع بلدة روما الصغيرة في ولاية جورجيا. كانت البلدة غارقة في هدوئها المعتاد حتى قطعت رنات الهاتف المتتالية في مركز الشرطة المحلي. على الطرف الآخر جاء الصوت المقلق لمرسل البلاغ معلنا عن اكتشاف جثة في مكتب مهجور داخل مستودع فيريتولاي. عندما وصلت قوات الشرطة إلى الموقع كانت الشمس قد بدأت بالكاد في الظهور لتلقي بظلالها الخفيفة على المكان. دخان الصباح الباكر كان يتسلل ببطء بين أشجار السنبور المحيطة، بينما وقف الضباط عند باب المكتب المظلم تملأهم رهبة غير معلنة. كان المشهد أشبه بكابوس حي. كان ثاد رينولدز الموظف المعروف بابتسامته الدائمة جالسا على كرسيه وكأنه في حالة استرخاء بعد يوم عمل طويل، ولكن الواقع كان مختلفا تماما. غرق ثاد في بركة من الدماء، جسده مثقل بأكثر من 19 طعنة، كل منها تحدث حكاية عن كراهية عميقة لا يمكن تصورها. الجروح كانت عميقة وقاسية، وكأنما الجاني أراد التأكد من أن الآلام سيكون آخر ما سيشعر به ثاد. بينما كان المحققون يجمعون الأدلة ويتحدثون إلى زملاء ثاد، بدت الصورة أكثر غرابة. لم يرى أحد الجاني، لكن الجميع ذكروا رواية شاحنة صغيرة من طراز برودوغوني تقف بجانب المبنى في ذلك الصباح. تلك الشاحنة الغريبة عن المكان أصبحت علامة استفهام كبيرة في مسار التحقيق. بسرعة فرض المحققون طوقا أمنيا حول مسرح الجريمة وأخذوا الجثة إلى المعمل الجنائي حيث ستفحص بعناية. في نفس الوقت كان فريق آخر يتوجه نحو منزل ثاد يحملون معهم نبأ يثقل القلب. كانوا يعلمون أن هذا النبأ سيغير حياة زوجته ميشيل إلى الأبد. عندما أخبر رجال الشرطة ميشيل بما حدث تلاشت الألوان من وجهها وسقطت على الأرض باكية ومنتحبة، وكان قلبها قد انكسر إلى 1000 قطعة. بذل المحققون جهدا كبيرا لتهدئتها، لكن الحزن كان أكبر من أن يحتويه أحد. فيما بعد عندما تحدث المحققون مع ميشيل اكتشفوا أن زوجها كان شخصا محبا ومسالما ملتزما بالكنيسة المعمدانية في البلدة، حيث كان شماسا متطوعا يشارك بانتظام في الترانيم والصلوات. كان محبوبا من الجميع، وكان من الصعب على المحققين تصور أن شخصا ما قد يحمل له كل هذا الحقد. مع تعمقهم في التحقيقات بدأت خيوط القضية تتشابك، والجريمة التي بدت بسيطة في ظاهرها أصبحت أكثر تعقيدا، وما بدا كمجرد بحث عن الحقيقة انتهى بكشف أسرار لم يكن أحد يتوقعها. إذا كنت ترغب في معرفة النهاية المدهشة لهذه القصة الغامضة، تابع معنا هذه الحلقة المثيرة المقدمة لك من قناة وقائع. نشأت ميشيل وزوجها ثاد رينولدز في بلدة روما الصغيرة بولاية جورجيا الأمريكية. في طفولتها كانت ميشيل طفلة مرحة للغاية، حيث كانت تحب قضاء وقتها على الأرجوحة في فناء منزل جديها، وكانت معروفة بشغفها بالتقاط الصور كما لو كانت عارضة أزياء. عندما كانت في 13 من عمرها توفي والدها فجأة، مما شكل صدمة كبيرة في حياتها وألقى بظلاله على طفولتها المليئة بالنشاط والبهجة. ورغم مرور السنوات لم تستطع ميشيل أن تتجاوز هذه الحادثة الأليمة. بعد وفاة والدها تربت ميشيل على يد والدتها التي اختارت أن تبقى أما عزباء وتكرس وقتها لرعاية ابنتها الوحيدة. كانت والدتها امرأة متدينة وغرست في ميشيل تعاليم الكنيسة المعمدانية منذ صغرها. التقت ميشيل بزوجها ثاد لأول مرة عندما كانت لا تزال في المرحلة الثانوية. في ذلك الوقت كان ثاد أحد أشهر الطلاب في المدرسة، حيث كان رياضيا بارزا يمثل المدرسة في عدة مسابقات رياضية على مستوى الولاية، وبسبب ذلك كان محط أنظار جميع الفتيات في المدرسة، لكنه اختار ميشيل من بينهن. في تلك الفترة كانت ميشيل تحظى أيضا ببعض الشهرة في المدرسة بعد أن تم اختيارها كملكة جمال في مسابقة محلية نظمتها المدرسة. كانت ميشيل تتمتع بجمال لافت
إضافة إلى شخصيتها المرحة واللطيفة التي جعلتها محبوبة من الجميع. بعد فترة قصيرة من لقائهما، بدأ نجم دوري المدارس لكرة القدم الأمريكية وملكة جمال المدرسة في المواعدة، وكان الجميع ينظر إليهما كالثنائي المثالي، لدرجة أن زملائهما في المدرسة أطلقوا عليهم اسم كين وباربي. تطورت قصة الحب الرومانسية بين ثاد وميشيل بسرعة كبيرة، وفور تخرجهما من المدرسة الثانوية عقدا قرانهما وأصبحا زوجين رسميا. أفاد المقربون من ميشيل لاحقا للمحققين بأن يوم زفافها كان من أسعد لحظات حياتها، وكان حلمها يتحقق أمام عينيها. لكن تلك العلاقة المثالية لم تدم طويلا، إذ سرعان ما بدأت المشكلة الزوجية بالتسلل إلى حياتهما، ما أدى إلى طلاقهما بعد 5 سنوات من الزواج. وكان قد أنجب خلال تلك الفترة ابنتهما الكبرى. رغم الانفصال، استمرت المشاعر بين ثاد وميشيل، وكشف ميشيل لبعض صديقاتها المقربات أنها حاولت مواعدة آخرين بعد انفصالها، لكنها كانت تكتشف في كل مرة أنها ما زالت واقعة في حب ثاد. بعد 4 سنوات من الطلاق، قرر الزوجان إعطاء زواجهما فرصة ثانية، فتزوجا مرة أخرى في الكنيسة المعمدانية. هذه المرة أنجب 3 بنات إضافيات وأصبح أكثر قربا من الكنيسة، حيث خدم ثاد كشماس متطوع، بينما قدمت ميشيل برامج موسيقية للشباب في كنيسة هوليود المعمدانية. من الخارج بدأ ثاد وميشيل يعيشان زواجا مثاليا، لكن المحققين اكتشفوا عند التعمق في التحقيقات أن هذا الزواج كان يخفي العديد من الأزمات، بما في ذلك الخيانة، وهو الخيط الذي تتبعه لحل هذه القضية. بعد الانتهاء من الفحص الطبي، سلم جثة تاد لأسرته للبدء في إجراءات الجنازة. حضر فريق من المحققين جنازة ثاد التي كانت مفعمة بالحزن والكآبة. كانت ميشيل التي ارتدت فستانا أسود لا تزال تبكي بحرقة، وكأنها تلقت خبر وفاته للتو. كانت الجنازة مزدحمة للغاية، إذ أن وفاة ثاد أحدثت صدمة كبيرة في مجتمع البلدة الصغيرة الذي لم يكن معتادا على مثل هذه الجرائم، لا سيما وأن الضحية كان عضوا نشطا في الكنيسة وقدم الكثير من المساعدة والرعاية لأبناء مجتمعه. على الرغم من أن ميشيل كانت تظهر دور الزوجة الثكلة والحزينة على فقدان زوجها العزيز، إلى أن تحريات المحققين كشفت أن المرأة التي تقضي معظم وقتها في الكنيسة لم تكن وفية لزوجها الراحل، حيث كانت على علاقة عاطفية مع أحد زملائه المتطوعين في الكنيسة. علم المحققون أن ميشيل كانت على علاقة مع شخص يدعى سكوتي هاربر، وهو شماس متطوع في الكنيسة المعمدانية، وكان صديقا مقربا للغاية من ثاد. بجانب تطوعه في الكنيسة، كان سكوتي يعمل في مركز فلويد الطبي، وقد سمعه أحد زملائه في العمل يتحدث عبر الهاتف مع ميشيل عدة مرات. وسرعان ما أدرك ذلك الزميل أن سكوتي كان يخون صديقه المقرب مع زوجته، لكنه اختار عدم التدخل معتبرا أن هذا الأمر ليس من شأنه، إلى أن انتشر خبر مقتل ثاد في البلدة. في ذلك الوقت بدأ زميل سكوتي في العمل يشعر بالقلق من احتمال تورط سكوتي في وفاة الكاهن الشاب، خاصة بعد أن علم من بيان الشرطة أن المحققين كانوا يشتبهون في سيارة من طراز بورغوندي، وهي نفس السيارة التي يملكها سكوتي. بناء على ذلك، توجه ذلك الزميل إلى الشرطة مباشرة وأخبرهم بضرورة التحقيق في سكوتي وعلاقته الغرامية مع زوجة الضحية. تفاعل المحققون مع هذه المعلومات فورا، واستصدروا تصريحا قضائيا يخولهم بالوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بسكوتي
وتفحص الرسائل المتبادلة، عثر المحققون على سلسلة من الرسائل الإلكترونية بين ميشيل وسكوتي أظهرت عمق العلاقة بينهما، وكشفت بعض تلك الرسائل عن رغبة ميشيل الواضحة في التخلص من ثاد وإبعاده عن حياتهما تماما. بينما كان المحققون منشغلين بفحص البريد الإلكتروني، وصلت إليهم معلومة جديدة من أحد المتطوعين في الكنيسة، وهي معلومة قادتهم إلى دليل الإدانة الذي كانوا يبحثون عنه منذ البداية. أفاد المتطوع بشكوكه حول سلوك سكوتي مؤخرا، مشيرا إلى أنه شاهده وهو يخفي شيئا ما في الكنيسة. وصف المتطوع للمحققين الموقع بدقة، مما مكنهم من الحصول على إذن لتفتيش الكنيسة المعمدانية بالكامل. خلال التفتيش وتحت بلاط الأرضية في غرفة الخدام الخاصة بالكنيسة، عثر المحققون على سلاح الجريمة، وهو سكين حاد ملطخ بالدماء، بالإضافة إلى ملابس ملطخة بالدماء. كان من الواضح أن تلك الملابس هي التي ارتداها سكوتي أثناء ارتكاب الجريمة البشعة. تم إرسال هذه الأدلة إلى المعمل الجنائي الذي أكد لاحقا وجود بصمات سكوتي والحمض النووي الخاص به على كل من السكين والملابس، مما يشكل دليلا قاطعا على أن سكوتي هو من طعن صديقه المقرب أكثر من 19 مرة. على إثر ذلك ألقت الشرطة القبض على سكوتي هاربر، ووجهت له تهمة القتل العمدي من الدرجة الأولى بشكل رسمي. عندما تمت مواجهته بالأدلة التي جمعت، لم يجد سكوتي مفرا من الإقرار بالذنب، معترفا بأنه كان يخطط للزواج من ميشيل بعد التخلص من زوجها. كان سكوتي متزوجا ولديه أطفال، لكنه كان يخطط للهرب من عائلته والانتقال سرا إلى ولاية بورتلاند مع ميشيل، حيث كان يعتزمان الزواج بعد ارتكاب جريمة القتل الوحشية. في اعترافاته أوضح سكوتي للمحققين أنه ذهب إلى مقر عمل ثاد في الصباح الباكر من يوم الجريمة، وتوجه مباشرة إلى مكتب ثاد الذي كان أول الواصلين للعمل في ذلك اليوم. عندما دخل سكوتي إلى المكتب وجد ثاد جالسا على كرسيه. أظهر ثاد علامات الاستغراب عندما رأى صديقه المقرب يظهر فجأة في مكتبه، وقبل أن يتمكن من الاستفسار عن سبب حضوره بادره سكوتي بعبارة غامضة: أريد ما تملك. زادت تلك العبارة من ارتباك ثاد، وقبل أن يتسنى له الرد أخرج سكوتي السكين التي كان يخفيها تحت ملابسه وبدأ بطعنه بلا رحمة، مستمرا في الهجوم الوحشي حتى تأكد من وفاة ثاد. زعم سكوتي في اعترافاته أن ميشيل لم تكن لها أي صلة بالجريمة، وأنه كان المسؤول الوحيد عن التخطيط والتنفيذ، لكن المحققين لم يصدقوا هذا الادعاء، وكانوا مقتنعين بأن ميشيل كانت المحرض الرئيسي. أثناء فحص البريد الإلكتروني الخاص بسكوتي، وجد المحققون رسائل من ميشيل تشير إلى رغبتها في التخلص من زوجها، لكنهم لم يعثروا على رسالة تطلب ذلك بشكل صريح، مما جعل من الصعب إثبات تورطها في الجريمة. استدعى المحققون ميشيل مرة أخرى للتحقيق، وفي هذه المرة واجهوها بالأدلة التي بحوزتهم، مما اضطرها للاعتراف بعلاقتها العاطفية مع صديق زوجها، لكنها رفضت الاعتراف بأي دور لها في مقتله. عندما كان سكوتي محتجزا في السجن بانتظار محاكمته، رصد المحققون بعض المكالمات بينه وبين ميشيل. كانت تلك المكالمات عاطفية وحميمية للغاية، لكن ما لفت انتباه المحققين هو إشارة ميشيل ضمنيا إلى دورها في الجريمة. في تلك المرحلة كانت سلطات الادعاء متيقنة بأن ميشيل هي العقل المدبر للجريمة، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك بشكل قاطع، ما دفعهم لإبرام صفقة مع سكوتي. وافق سكوتي على إبرام صفقة للإقرار بالذنب، يقوم من خلالها بالشهادة ضد ميشيل أمام المحكمة مقابل إسقاط حكم الإعدام عنه، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. بعدما علمت ميشيل بأن سكوتي كان سيشهد ضدها، وافقت هي الأخرى على الإقرار بذنبها في التخطيط لجريمة القتل، وتلقت على إثر ذلك حكما بالسجن لمدة 20 عاما. رغم كل ذلك لا تزال ميشيل تنفي تورطها في مقتل زوجها،
مشيرة إلى أن اعترافها بالذنب جاء نتيجة شعورها بالمسؤولية الأخلاقية عما حدث، وذلك لأنها كانت على علاقة عاطفية غير مشروعة مع صديق زوجها المقرب. تعتقد ميشيل أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الأذى النفسي الذي تسببت فيه لعائلتها، حيث أدى ارتباطها بسكوتي إلى تدمير أسرتها بشكل مأساوي. من جانبه، دعا مسكوتي هاربر هذه الرواية لاحقا في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، حيث أوضح أن السبب وراء موافقته على الشهادة ضد ميشيل كان رغبته في الحصول على صفقة الإقرار بالذنب التي تنقذه من عقوبة الإعدام، خاصة أن القضية كانت محط اهتمام إعلامي كبير بسبب تفاصيلها المثيرة، وكان أفراد المجتمع يطالبون بشدة بتطبيق عقوبة الإعدام على سكوتي. ماذا تعتقد أنت؟ هل كانت ميشيل بريئة بالفعل كما تدعي هي وسكوتي؟ أم أنها كانت العقل المدبر للجريمة بأسرها كما يظن الادعاء؟ شاركنا رأيك في التعليقات.